كلام كتير اتقال عن الفنانة إيمي سمير غانم وجوزها الفنان حسن الرداد من أول ما اتجوزوا في عام 2016 لغاية النهاردة عن موضوع حملها. مرة اتقال إن هي خلفت بنت وسمتها دلال، ومرة لأ ده ولد واسمه سمير، ومرة لأ دي بنت واسمها كنزي، ومحدش عارف الحقيقة فين. الموضوع بدأ من أول ما اتجوزوا، وفي كل مرة بتختفي إيمي فيها عن الأنظار أو وزنها يزيد شوية نلاقي حد طلع يقول إيمي حامل، بس هي وحسن مش عايزين يعلنوا دلوقتي. وحتى في عز حزنها الشديد على وفاة باباها ومامتها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، الناس ما سابتهاش في حالها وفضلوا يقولوا دي إيمي حامل ومخبية. واللي زود الشكوك أكتر اختفاء إيمي خالص عن الأنظار بعد وفاة باباها ومامتها، بحين إن دنيا أختها كانت بتظهر وبتحضر أي مناسبة، مرة شفناها في عزا، مرة شفناها في أكتر من تكريم لسمير غانم ودلال عبد العزيز، وكانت دايماً لوحدها من غير إيمي ما تظهر معاها. الناس طبعاً ما سابتش إيمي وفضلت تدور وراها، ومستغربين هي ليه مش بتظهر ولا حتى بتنزل صورة ليها على السوشيال ميديا، وحتى لو نزلت بتحاول ما تظهرش بشكل واضح أو بتخفي بطنها عشان ما يبانش حملها، ده اللي الناس كانت بتقوله. طبعاً زي ما احنا عارفين إن كل دي كانت تخمينات، بس محدش برضو عرف في الحقيقة، ومحدش من أسرتها بيرد لا بالنفي ولا بالتأكيد. إيمي ظهرت لأول مرة بعد وفاة باباها ومامتها في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، واللي كان مقام بمدينة الرياض، وكان ظهورها مفاجأة للكل، وده كان في بداية عام 2022. الجمهور ساب كل حاجة وركز برضو في حمل إيمي، ومحدش برضو قدر يعرف الحقيقة. بعد حفلة الرياض رجعت إيمي تختفي تاني عن الأنظار، بس مش بشكل كامل، يعني مثلا بدأت كل فترة تنزل على السوشيال ميديا صورة ليها، مرة مع أصحابها، مرة مع جوزها حسن الرداد، ومرة مع أختها. الغريب إن الجمهور مع كل صورة كانت بتنشرها كان بيدخل ويعلق على معظم صورها ويبارك لها على الحمل من غير ما يتأكد، لحد ما في يوم لقينا السوشيال ميديا كلها بتتكلم على كنزة بنت إيمي، وإن العيلة أخيرا كشفت عن حفيدة سمير غانم الجديدة، وده كان بسبب إن دنيا وقتها كانت لسه منزلة كليب جديد ليها لأغنية أسيب نفسي وأغني، وكتبت رسالة شكر في نهاية الكليب، وذكرت في الرسالة 5 أشخاص من عيلتها، وقالت إيمي وكايلا ورامي وحسن وكنزة، ربنا يخليكوا ليا. دنيا ما وضحتش مين كنزة، بس الناس كلها قالت إن كنزة دي بنت إيمي، خاصة إن أحداث الكليب بتدور على ذكريات دنيا في طفولتها لحد ما كبرت. كل ده وإيمي وحسن ساكتين ومحدش عايز يتكلم، وسايبين الكل يتوقع ويخمن زي ما هم عايزين، حتى موضوع كنزة معلقوش عليه، والناس بعدها فهمت لوحدها إن كنزة دي تبقى مرات خال دنيا وعلاقتها بيهم قوية جدا، وده حصل لما دنيا نشرت صورة ليها مع كنزة ووضحت ده من خلال تعليق بسيط على الصورة. وبعد ما عدى وقت على قصة كنزة الناس سكتت شوية، لكن موضوع ما طولش ورجعوا تاني يتكلموا عن حمل إيمي. أول لما شافوها ظهرت في أول عرض المسرحية أنستونا لأختها دنيا، وهي واقفة بتسقف لها في فيديو ما يتعداش مدته ثواني معدودة، وبرضو ناس كتير دخلت تبارك لها على الحمل على السوشيال ميديا، وفضلت الناس مركزة معاها لحد ما راحت تفاجئ جوزها حسن الرداد في العرض الأول لفيلمه تحت تهديد السلاح في جدة. الناس ما سكتتش وقالوا إيمي حامل ولابسة واسع عشان تخبي بطنها، والحقيقة هي كانت لابسة عباية طويلة وطرحة عشان كانت عايزة تفاجئ حسن بوجودها جنبه في يوم زي ده. وفعلا حسن كان فرحان جدا أول ما شافها. بان فرحة حسن من خلال فيديو نشره على حسابه على الانستجرام، وكتب عليه أحلى مفاجأة في الدنيا، كنت في العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح في جدة، وإيمي كانت في دبي وراجعة مصر، وفي وسط ما أنا بتصور مع الناس الجميلة جت واحدة وسط الزحمة تتصور معايا ووشها كله متغطي، وطبعا عرفتها من عينيها على طول، إيمي جت تحضر العرض الخاص في جدة وتعمل لي مفاجأة. حسن الرداد قرر إنه ينهي الشائعات اللي كل شوية بتطلع عن حمل إيمي وعن ولادها، فقرر يخرج بتصريح واضح جدا، وكان على هامش العرض الخاص لفيلمه الجديد، وقال إنه تعود على الشائعات، مرة يتقال إنه جاب بنت اسمها كنزي، ومرة ولد واسمه سمير، وأكد إن كل المعلومات دي غير صحيحة بالمرة. ودي كانت قصة حب الفنانة إيمي سمير غانم.